فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقدم السعي على الطواف إذا فاجأها الحيض قبل الإحرام أو بعد؟ لا لا لا، السعي لا يصح إلا بعد الطواف. اللي قالوا أنه يبدأ بالسعي هذا خطأ، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ما أمر به عائشة، قال اسعي قبل أن تطوف، ما أمر به بالسعي، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.